احمد سعفان وزير القوى العامله اعلن انه تم تسليط 40 فرد من تسليم 40 فرد من الاقباط المنتقلين من شمال سيناء، عملهم بمصنع في لوباتير للملابس الجاهزه والجوارب للرجال والسيدات، وده في محافظه الاسماعيليه براتب 1700 جنيه شهريا، فضلا عن صرف بدل انتظام وتوفير وسيله مواصلات من مقر اقامتهم في استراحه مركز التاهيل المهني للمصنع. ده دور رجال الأعمال المهم جدا، مرة تانية وثالثة ورابعة بنتكلم رجال الأعمال دورهم مهم جدا جدا، جمعيات ومنظمات المجتمع المدني دورهم مهم جدا جدا جدا، مش كل حاجة على الدولة ومش كل حاجة على الحكومة، رجال الأعمال إن هم يوفروا فرص وفرص عمل ودخل لهذه الأسر، يعني جزيل الشكر، ويا ريت نشوف ده في كل حتة. هي دي المسؤولية الاجتماعية زي ما بيقولوا كده، المسؤولية الاجتماعية لرجل الأعمال، واجب رجل الأعمال تجاه وطنه تجاه مجتمعه. نروح لجمال البغدادي، هو مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، قال إن الوزير يعني قام وزير القوى العاملة قام بالاتصال التليفوني مع صاحب المصنع المهندس مجدي علي واطمأن على العمال بنفسه، كمان أوصى صاحب العمل بحسن المعاملة. أضاف إنه هيتم تسليم 40 فرد آخرين للعمل بمصانع وشركات مختلفة، كل فرد حسب مهنته وحرفته، وده بمدينة الإسماعيلية الجديدة للعمل مثلا كنجارين مسلح، وطبعا حرف كتيرة، مبادرة مهمة جدا لإخواتنا الوافدين من العريش من إخواتنا المصريين الأقباط. معانا على الهواء الأستاذ هيثم سعد المتحدث باسم وزارة القوى العاملة. صباح الخير أستاذ هيثم، أهلا بك يا فندم. صباح النور يا فندم. صباح النور. أنا فندم حابين نعرف من حضرتك بداية تفاصيل، بس أصحح بس اسم صاحب المصنع اللي شغل 40 فرد من الأخوة الأباط، اسمه مجدي عدلي وليس مجدي علي. عفوا، اسمه مجدي عدلي. طبعا اشكرك يا فندم، اشكرك يا فندم بحقه، اشكرك، احنا اسفين ان احنا وقعنا في الغلط ده. المهندس مجدي علي رئيس مصنع رئيس مصنع في لوباتير. طيب استاذ هيثم، احكي لنا بقى، عايزين تفاصيل اكتر، ايه اللي حصل وايه الحاجات المتوفره او الوظائف اللي وفرت لاخواتنا من الاقباط الوافدين للاسماعيليه؟ هم امبارح تم 40 فرد استلم العمل امبارح من الاخوه الاقباط، منهم السيدات اشتغلوا في مصنع الخاص بالجوارب، وبالنسبه للرجال اشتغلوا في الملابس الجاهزه. جميل. طبعا المرتب زي ما حضرتك تفضلت كان 1700 جنيه. صاحب المصنع تفضل واضاف ليهم صرف بدل انتظام، وبعدين وصل ليهم مواصلات من مقر العمل. جميل. الشركه يعني لاستراحه مركز التاهيل اللي هم قاعدين فيها دلوقتي. جميل. طب تم حصر عدد يعني اللي موجودين والوظائف اللي ممكن نوفرها لهم؟ الوزير امر بتشكيل ثلاث لجان تروح في ثلاث مناطق اللي هم موجود فيهم الاخوه الاقباط المنتقلين من العريش وسيناء. لا، اللجان دي اتنقلت في ثلاث اماكن، بيت الشباب الدولي. جميل. واستراحه مركز التاهيل المهني والكنيسه الانجيليه بمدينه المستقبل. تم اجراء حصر شامل اليوم. أيوة. الحصر المبدئي اثر ان في 80 هم اللي راغبين في العمل، 80 فرص عمل مناسبه بالقطاع الخاص. جميل. الاخوه اللي كانوا بيشتغلوا في الحكومه ويرغبوا في الانتداب لمحافظه الاسماعيليه، سيجرى حاليا التنسيق بين المحافظه ومديريه القوى العامله لنقل رغبه الند من الجهه الى مديريات القوى العامله بمحافظه الاسماعيليه. وفي وظائف مناظره ليهم يا فندم؟ يعني مفيش مشكله في الوظائف المناظره ليه لشغلهم اللي كان موجود في الاسماعيليه في العريش؟ ده بيتم التنسيق فيه مع السيد المحافظ اللواء ياسين طاهر ومديريات القوى العامله والمديريات الاخرى اللي يرغبوا في الانتقال اليها. طب احنا كنا سمعنا قبل كده، صباح الخير طبعا اولا استاذ هيثم، بس احنا كنا سمعنا ان هو هيتم منحهم شهر اجازه مدفوعه الاجر لغايه ما امورهم تستقر، وبعد كده لو في حد هيستمر هيتعمل له موضوع الند ان شاء الله. هناك في تنسيق بين السيد المحافظ والمديريات اللي موجوده فيها والاجازه اللي حضرتك اتحشرت اليها دي. يعني هياخدوها فعلا عشان بس يرتبوا امورهم. المعلومة مش كاملة عندي أنا بالنسبة لي. طيب. طب المصانع يا فندم والشركات التانية، يعني دي مبادرة كويسة جدا من المهندس مجدي عدلي في مصنع في لوباتير، طب في مبادرات النهاردة تانية؟ النهاردة إن شاء الله النهاردة إن شاء الله الأربعة ال 40 التانيين اللي هم حصلناهم من ضمن ال 80 النهاردة هيتوزعوا طبقا لمهانهم
وحرفهم على مناطق مصانع اخرى وشركات في اسماعيليه، ومنها مدينه اسماعيليه الجديده، وعلنها النجارين المثلى اللي موجودين ضمن ال 40 فرد الاخرين. جميل، يعني في فعلا شركات تانية موجودة وهتستوعبهم. النهارده ان شاء الله هنشوف التسليم الثاني بالنسبة ل 40 الآخرين. اه تمام، وده بيتم بعقود يا فندم؟ يعني احنا برضو ده احنا بنتكلم على شكل مؤقت. اه يعني هنا برضو اللي يضمن الحقوق. احنا مصورين العقود وبعتينها على الميل للجهات عشان تعرف ان هم فعلا، وفي صور الاخوة الزملاء الاحباط موجود في ايدهم العقود. تمام. شكرا جزيل الشكر. شكرا جزيلا هيثم سعد، متحدث باسم وزارة القوى العاملة. والنجار المسلح ده على فكرة في مجال المعمار جنيه ذهب. يعني انا عايزه اقول لهم نجارين مسلحين ما تقلقوش، يعني الناس دي هتشتغل بسهوله قوي. النجار المسلح احنا الواحد بيدور كده على نجار مسلح، فيعني مهم بس يبقى الصنعة جيدة.